لمؤامرة ويقدر أن يقف فيها المسيحيون مع المسلمين. نفس الموقف في حماية الكنيسة القيامة. وبهذا السبب نحن قلنا ونقول وأشكر الأجلاء علماء المسلمين الذين أخرجوا تفسير بأن مثل هذه الزيارة هي لتدريس وليس تسليم. الشهر الحالي سوف يزيد بعد أن يزيد الأقصى تعبيرا عن تكوين المسلمين والمسلمين الوقوف خلف موقف المملكة الأردنية الهاشمية والوصول على الملك وأقول بأن هذا الخطوة التي أخرجوها كان ينبغي أن نسمعها نحن جميعا من أصحاب يعني هذه المحاولات أو المخططات التي تسعى لتحسين وإبعادهم لا يمكن لأهل المدينة فقط. المؤتمر وجه إلى العرب والمسلمين والمسيحيين يعني إلى كل العرب أنه عليهم جهود معينة وأيضا على الحكومات العربية والحكومات الإسلامية بذل مزيد من الجهود أو جهود مختلفة لترسيخ وجود الوجود العربي سواء كان مسلما في أرض فلسطين. فيعني ما الدور الذي تدعون إليه يعني عربا من سواء مسيحيين أو مسلمين للتصدي لهذه المخاطر؟ أولا على العرب يترك الفلسطينيين والمقدسيين لوحدهم. على العرب المسيحيين والمسلمين أن يعملوا معا. هذا عنوان زيارة قداس الدولة. أنا أستعمل هذا ليكون واحدة. ثانيا والعرب قادرون على أن يقدموا من مالهم من زيتهم من غناهم من ثراهم من مما أعطاهم الله ليعطوا للمقدسيين هذا الدعم المطلوب. وعلى الجميع الأردن بوحده لا يستطيع المسؤولية التي يتحملها مش يهين. كل يوم هناك في اعتداء على المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة وهناك كثير من المؤامرات ومختلفة الأشكال. هذه المؤامرات